بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. بما أننا منذ أيام قد تكلمنا عن الأئمة أصحاب المذاهب، ثم أتبعناهم بأصحاب الاجتهادات من المجتهدين الذين لم تشتهر أسماؤهم، وقد سألني بالأمس أخ عن موضوع يتعلق بخلاف بين الأئمة في بعض الأحكام الفقهية، فأزمعت في نفسي على أن أعرض له، لأنه بين الحين والحين يذكره بعض الإخوة ويختلفون عليه. هذا الموضوع هو إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. كثير من الناس يرى بعض الأئمة أو أكثر الأئمة يعيدون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، والناس ينقسمون قسمين. قسم يقول: ماذا تفعلون؟ أنتم تصلون صلاة سادسة، الصلوات خمس، تزيدون صلاة سادسة وهذا لا يجوز وكذا. وقسم آخر يقول: لا، نحن نصليها وهي على مذهب الإمام الشافعي وكذا. وبعض من يصليها يعرف لماذا يصليها، وبعضهم لا يعرف لماذا يصليها. هذه المسألة أيها الإخوة لا بأس ببيانها، ولا أحب أن أعود إليها يعني مرة أخرى، لكن سأطرح الموضوع بشيء من التبيين والتفصيل. أولا، الصلاة يا أيها الإخوة اسمها صلاة الجمعة. إيش يعني الجمعة؟ يعني التجمع، جمع، اجتماع. كذا صلاة الجماعة، ما معناها؟ الاجتماع. لماذا أكرر دائما أقول لكم الصفوف الصفوف؟ كثير من الإخوة إيه عبزيدة على الصفوف، لأن اسمها صلاة جماعة جماعة. فإذا لم تكن جماعة متحدة متصلة متراصة فليست هي بجماعة. الجمعة أكثر اجتماعا، سميت الجمعة جمعة لأنها أكثر اجتماعا من الجماعة. والجمعة يا أيها الإخوة كما نعلم جميعا مشروعة مرة واحدة في الأسبوع في وقت واحد. لذا كان في العصور الإسلامية الأولى، عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى ما يقرب من حوالي سنة 170 أو 180 للهجرة، ما كان يعرف في بلاد المسلمين إلا أن تؤدى صلاة الجمعة في كل بلدة من البلدات بجماعة واحدة لكل البلد. انظروا الآن في مدينتنا مثلا، في جامع كبير قديم تعرفونه، في دمشق في جامع كبير قديم تعرفونه، في كل مدينة تنظرون إليها تدخلوا إليها تسمعوا في جامع كبير في كل مدينة. لماذا أجدادنا صنعوا ذلك؟ لأنه ما كان يصلى في العصور الإسلامية الأولى في المدن في كل مدينة إلا في مسجد واحد فقط صلاة الجمعة فقط، وكل المساجد تغلق أبوابها ويأتون ليصلوا صلاة الجمعة. جمع، كلمة المسلمين واحدة، موعظتهم واحدة، نصيحتهم واحدة، توجيههم واحد، ربهم واحد، كتابهم واحد، وهكذا قبلتهم واحدة، نبيهم واحد، كتابهم القرآن واحد. هذا التوجيه يا أيها الأحبة الكرام المطلوب منا كما قلنا أن نتحد عليه، أقره كل المسلمون من السلف الصالح. فلذا كانوا يصنعون مسجدا جامعا، تغلق المساجد الصغيرة ويأتي الناس إليه. في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان هناك مساجد صغيرة، قد البعض يسمعها للمرة الأولى. نعم، كان هناك مساجد صغيرة يصلي فيها بعض الصحابة ممن بعدت بيوتهم قليلا عن المسجد، يصلون فيها الجماعة. في العوالي سيدنا عمر رضي الله عنه كان، تذكرون في قصة شهيرة، يتناوب هو وصاحبه في غزوة تبوك، ينزلون وغيرهم. رجل ممن أضر ببصره قال: يا رسول الله، إذن لي أن أتخذ في بيتي مسجدا يصلي فيه من كان قريبا من قومي، وهكذا. كان في مساجد صغيرة للجماعات، أما الجمعة لا. متى بدأ تعداد الجمعة؟ بدأ
في كما قلت بعد سنة 70 و100 للهجرة، 170 للهجرة، وذلك في أوائل العصر العباسي، وذلك حينما اتسعت بغداد كثيرا جدا، ولم يعد المسجد الجامع فيها يستطيع جمع المصلين، فبنوا مسجدا آخر وذهبوا إليه وامتلأ تقريبا المسجد الآخر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما استقرأ هذه الأشياء مما يتعلق بصلاة الجمعة، أولا حكمة الاجتماع كما قلت أن الصلاة واحدة والدعوة واحد واحدة والقول واحد والتوجيه الإسلامي واحد، هذه الحكمة المهمة. ثانيا أنها في عصر رسول الله والصحابة والتابعين وتابع التابعين، قرون الخيرية، خير الناس قرني في الحديث المشهور، كلها لم تصلى إلا واحدة. استنبط فقال إذا تعددت الجمعة لغير حاجة فهذا خلل في شرط من شروط انعقادها وصحتها. أعيد، قال إذا تعددت الجمعة لغير حاجة، الكلام دقيق، فهذا خلل في شرط من شروط انعقادها وصحتها. هذا الكلام نقل شيء منه عن الشافعي وأكده من بعده. قال لماذا لم يفصل فيه كثيرا نفس الإمام الشافعي؟ لأنه في عصره لم يحصل هذا إلا قليلا جدا، ولما حصل كان على قدر الحاجة، يعني بغداد فيها مسجدين، المسجدين يمتلئان عن آخرهما. إذا قالوا ما دام هذا الخلل حصل في شرط من شروط الجمعة، قالوا فما نصنع فقهاء الشافعية؟ قالوا إذا نعيد صلاة الظهر بعد الجمعة احتياطا لدين الله، لأننا وجدنا شرطا من شروط الصلاة قد دخل فيه الخلل. لماذا نصليها؟ مو لأن صلاة فاتت الآن، نصليها لأننا وجدنا خللا في شرط من شروطها. هل هذا فقط اجتهاد الإمام الشافعي وأتباعه؟ لا، هناك عدد من الأئمة في المذاهب الأخرى عند أبي حنيفة وغيرهم أيضا من أئمة المذاهب، هناك شروط شرطوها لصحة صلاة الجمعة أيضا موجودة، مبسوطة هذه الشروط في كتب الفقه، فيها أيضا بعض الخلل. فقال عدد من أئمة المذهب الحنفي من فقهائه المعتبرين أيضا قالوا بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، ولكن قالوا أئمة المذهب الحنفي الذين أو بعضهم الذين قالوا بذلك، قالوا تعاد ولكن لا جماعة، منفردا يصليها الإنسان منفردا. قالوا لما؟ قالوا حتى لا يتشبه الأمر على العامة فيقول إنها صلاة ثالثة كما أقول الآن. إذا هذا القول عند الإمام الشافعي في مذهبه هو المعتمد إعادته، وقد ذكرت العلة ليش. وعند عدد من فقهاء المذهب الحنفي أيضا قالوا بذلك، وقد قلت لكم إنهم شرطوا شروطا بعضها فيه خلل، حصل به خلل فقالوا بإعادتها، ولكن قالوا لا تعاد جماعة، يصليها كل إنسان وحده منفردا. الآن من يأتي ليقول بعد هذا الكلام إن هؤلاء أو هؤلاء يصلون صلاة ثالثة هو أحد رجلين، إما عالم بما يقول وإما أنه جاهل لا يفقه ما يقول. فإن كان عالما وهو ينسب إلى هؤلاء الفقهاء أنهم يقولون بصلاة ثالثة، فهو بذلك يتهمهم بالردة عن الإسلام. ما يلعب يا أحبابي، وهذا لا تزعلوا، في كثير من يصلي معنا يقول مثل هذا الكلام، أنبهكم عليه. قال نحن عم نقول عليهم مرتدين، نعم. إذا قلت أنا أو أنت عن إنسان أنه يقول إن الله فرض 6 صلوات، ماذا أكون أنا؟ هذا الذي يفعل عفوا ماذا يكون؟ مسلم؟ الله فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا جاء إنسان الآن مين من كان أعلم العلماء قال الله فرض 6، بطلع مسلم هذا؟ طيب، فإذا كنت أقول أنه يقول، أنا عبدت لهم أنه عم بيقول الله فرض 6،
فإما أن أكون أنا عالما به أو جاهلا. فإن كنت عالما والرجل لا يقول أنه فرض أن الله فرض 6 صلوات فأنا أتهمه بأنه مرتد عن الإسلام، يعني عم بكفره. هذا الأمر مودع به تفسير المسلمين، ما هو لعب ولا تسليه ولا كلمة هيك تنطق ترسل هكذا هباء منثورا. هذه مصيبة كبيرة. أو أكون جاهلا، سمعت الحكي ليش عبصلوا، أنا مالي فهمان، ما بتصلوا أنتوا عبزيدوا، فأنا جاهل بهذه الكلمة. فإذا كنت جاهلا واستمعت الآن ففهمت لماذا قال بعض الفقهاء بإعادتها، فلا ينبغي لي أن أعود بعدها مرة أخرى لأقول إنها 6 صلوات. هذا شيء من البيان عنها. الآن أنت ستسألني أنا كفرد مسلم ماذا أفعل؟ إن أردت يعني قولي أنا شخصيا، أنا العبد الفقير لله محمد، إن أردت هذا القول مني أنا فأنا أصليها وأعيدها. أنت لم ترتح لهذا القول كثيرا فلا تقلده يا أخي. هناك عدد من الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد وبعض فقهاء المذهب الحنفي لم يقولوا بإعادتها ولم يشترطوا هذه الشروط وقالوا الصلاة على حالها صحيحة. فإن شئت أن تقلدهم فقلدهم، لكن أن تقول أعود فأقول إن الذي يصليها يصلي 6 صلوات في اليوم فهذه جريمة ترتكبها أنت يا من تقول هذا الكلام. أنت تصبح مجرما في حق نفسك وفي حق من تقول عليهم هذا الكلام. أعود، لم تشأ أن تصليها فلا تصليها، وقلد من قال بعدم إعادتها الظهر. أما أن تتهم غيرك بذلك فلا تتهم. الآن أئمة الشافعية أنفسهم قالوا لو تعددت الجمعة لحاجة، من شوي أنا قلت الشرط أنه تتعدد لغير حاجة، تعددت لحاجة وامتلأت المساجد التي تعددت بأصحابها، فحينها هذا الشرط يلغى وتصبح صلاتهم للجمعة صحيحة ولا عليهم الإعادة. كيف هذا؟ شلون؟ مثلا فرضنا نحن في بلد أو مدينة محدودة معروفة عدد كان 100,000، فرضنا مثلا، فهؤلاء 100,000 نصفهم نساء وأطفال ونصفهم رجال، يعني 50,000 مثلا، فيحتاجون فرضنا إلى 10 مساجد تملأهم في صلاة الجمعة. ففي هذه المدينة فعلا 10 مساجد ويجتمع فيها الناس وتمتلئ عن آخرها وتصلى فيها الجمعة في أول وقتها، فعند فقهاء الشافعية لم يعد هناك حاجة لإعادة الجمعة. الآن الذي يحصل مثلا في مثل مدينتنا، كم مسجد فيه؟ 100، كلها تمتلئ؟ لا، بعضهم يؤخر الصلاة، نعم، بعضهم يطيل خطبة ساعة وربع ساعتين وما أدري، نعم. طيب، هذا إذا حصل شرط الاجتماع وجمع الكلمة وعدم التعدد لغير الحاجة؟ لا، ما حصل. من الذي صحت جمعته عند فقهاء الشافعية؟ أول جمعة من عقدت. من أين أعرف أنا في مدينة فيها 500 أو 600 أو 700 مسجد موزعة من أطراف الدنيا إلى أطراف الدنيا أي جمعة هي الأولى انعقدت؟ من أين لي أن أعرف؟ لا أعرف. ماذا علي إذن عند الشافعية وبعض الفقهاء الحنفية؟ أن أعيد الظهر. أؤكد الفكرة، أعدت وأخذت بقول هؤلاء ففتح الله عليك. تسألني عن اجتهادي، أنا قولي في المسألة أنا لست صاحب اجتهاد، قولي أنا أقلد من يقول بإعادتها. أنت لا تريد، لا تريد، شأنك أن يرجع إليك. أحيانا أنا أصليها مع الجماعة وأحيانا أصليها منفردا عن الجماعة. طبعا أنا لست خطيب جمعة، ما عندي خطيب جمعة، فأصليها منفردا وأحيانا أصليها مع الجماعة ليقلد الاجتهادين، لا حرج في ذلك. أنت إن شئت أن لا تقلد فلا تقلد، لكن المصيبة دوما هي في كون الإنسان حادا شرسا قويا متهما لغيره متسرعا جزافا في إطلاق الكلام. هاي المصيبة التي تعم بنا الآن. هذول ما بفهموا، هذول ما بيعرفوا، هذول مين قال لهم؟ عبد الفتر. أنت اللي عبد الفتر على الله يا رجل، أنت عندك علم؟ قل
الكلم لا تحكيه يا أخي الكريم. جزاك الله خيرا، أكرمك، رفع الله قدرك. كل إنسان عنده اختصاص يا أخي، عنده توجه، عنده معرفة، عنده علم. وقد ألفت في هذه المسألة رسائل، وأثيرت المسألة مو هالله في عصرنا، كل فترة مدة تثار هذه المسألة. في مصر من حوالي 70 سنة تقريبا أو 80 سنة أثيرت هذه المسألة، وصار هناك بلبلة، وهجم بعض المصلين على بعضهم. حصل هذا في مصر من حوالي 80 سنة، حوالي 935 ميلادي، وهجموا على بعضهم وضربوا بعضهم وأسيلت الدماء من أجل هذا. أنتم عبزيدوا الصلاة وأنتم ما عبزيدوا كذا وكذا، وضربوا بعضهم. فاجتمع بعض الفقهاء العقلاء من كل المذاهب، من المذاهب الأربعة، واجتمعوا على ذلك، وقدم فقهاء الشافعية أدلتهم وكذا بعض فقهاء الحنفية الذين قلت بأقوالهم، وجمعوا وألفت رسائل في هذا العصر، في ذلك العصر عفوا، من 80 سنة في مصر، على أنه لا ينبغي لأي مسلم عاقل أن يعترض على من يصلي الظهر إعادة بعد صلاة الجمعة. ووزعت هذه الرسائل وانتشرت وكذا، لكن بعد مدة 80 سنة معظم الناس لم يعد يعرف عنها شيئا. فلا ينبغي للمسلم العاقل أن يعترض على ذلك، وهو في نفسه، في خاصة نفسه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الآن ختام الكلام يا أيها الإخوة، في كل مسائل الدين إن كان فيها اختلاف فلا تتعصب. والله أنا متعود هيك أساوي، هيك بعرف الحكم. طيب في مذهب آخر غير هذا الحكم، لا تتعصب للقول يا أخي. ذكرت لكم مسائل إن شاء الله سأعرضها غدا أو بعد غد إن تيسر، مأخوذة من المذهب الحنفي. كثير من الإخوة في زماننا ومن قبل تسألوا لك أنا مذهبي حنفي، على الرأس والعين، والله على الرأس والعين، إمامنا أبو حنيفة ترجمنا له في حلقتين متتاليتين في الذكر. أنت مذهبك حنفي، ما تفاصيل هذا المذهب الذي تقول أنك تتبعه وتأخذ بأقوال إمامك؟ حدثنا عنها يا أخي الكريم، عن أركان الوضوء، أركان الصلاة، ما عبالك تفاصيلها، أركان يعني لما تسوي بطل وضوءه على المذهب الحنفي، أركان الوضوء، أركان الصلاة. حدثني على المذهب الحنفي عما يوقع الطلاق عليك أو لا يوقعه. حدثني عن أحكام البيع والشراء التي أنت تشتغل بها وتبيع وتشتري كل يوم على المذهب الحنفي. إن قلت أنا لا أعرف فحينها لا ينبغي لك أن تتكلم في الجزئيات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مو أنا، ها ما تفهم شيخ دعاية، اتق الله، مو تطلع من برة تقول علي، اتق الله، اتق الله، اتق الله، ما عبال لك أنا أهل الذكر. أنت تقتنع برجل عالم تقي صالح عالم مطلع على الأحكام، اسأله وخذ برأيه عشان ما تقول إليه. مثلا أقول لك مسألة واحدة من هذه المسائل على مذهب أبي حنيفة، الطلاق هناك فيه لفظ صريح ولفظ كناية. قال كيف يعني؟ يعني حينما أقول لزوجتي أنت طالق، هذا لفظ صريح، ما بيجي واحد بقول لي والله أنا ما نويت، تريد تنوي تريد ما تنوي، هذا لفظ صريح، زوجتك طلقت انتهى الموضوع. إن جئت أن تنوي أو لا تنوي فأنت كذاب. واحد وقف قدام المحراب وقال الله أكبر، بعد صار يحكي معي أنا ما نويت أصلي، فكأيش الله أكبر؟ عبد العب أنت؟ هذا ليس فيه لعب، هذا ليس فيه يعني هذا هزال وضحك، ما فيه هذا الشيء، هذا لفظ صريح. أما مثلا ما اشتهر في عصرنا من قول كثير من الناس علي الحرام، ما بساوي هالشغلة أو تساوي هالشغلة أو تطلع يا بيت أهلك أو ما بتطلعي، علي الحرام، هذا اللفظ يسميه الفقهاء من ألفاظ كناية الطلاق. قال كيف كناية؟ الكناية يعني الشيء المستور المخبأ، يعني أنت لا تعرف ماذا يقصد به. قال هو كناية، إن نوى وقصد به الطلاق وقع عليه الطلاق، وإن لم ينوي به الطلاق لم يقع عليه الطلاق. المذهب الحنفي الذي يقول كثير من الإخوة أنه يمشي عليه يقول
اشتهر بين الناس أنهم يقصدون بكلمة علي الحرام الطلاق، فقالوا ما دام قد اشتهر بين الناس فلم يعد لفظ كناية، صار لفظا صريحا، فإذا قال الرجل لزوجته علي الحرام وعلي الطلاق على المذهب الحنفي. فكثير من الجالسين لا تزعلون طلقين زوجاتهم على المذهب الحنفي، ما بدأ تفصل تفصيلات ثانية، يعني يعد بالحرام والحلال ما بدأ فيها الحكاية، لكن هذا واقع المجتمع. فإن شئت فقط، وإن شئت أنا عبالك روح على المذهب الشافعي كمان دعاية، لا والله والله ما هو على المذهب الشافعي ولا دعاية لا هذا ولا لا هذا، ولكن من أجل أن تبقى أن تفهم، إذا أردت أن تلتزم حرفيا وأنت لا تعرف وقلت حنفي أفتيك به، فكلما قلت علي الحرام وقع عليك ثلاث مرات في حياتك، صار لك متجوز 20 سنة، قلت 20 مرة فأنت طالق من 20 سنة مطلق لزوجتك. قالوا غير مذهب، مثلا مثلا الإمام الشافعي يقول لا هذا اللفظ يبقى كناية، فإذا قصد به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد الطلاق لم يقع الطلاق، وإن قال أنا لا أدري النية ما يعرف شيء فقط قلت كلمة عبد القال وقلت، فنحلفه يمينا على كتاب الله أنت لا تقصد الطلاق فعلا ما في نية، قال فعلا ما في نية لا يقع الطلاق. الرخصة عند من طلعت؟ الله بقول لك روح صير مذهبك، لا ما بقول لك لا روح صير مذهبك شافعي ولا روح مذهبك حنفي، تعلم، بقول لك تعلم، أتمنى منك أن تتقن مذهبا فتمشي عليه، أتقن الشافعي وامشي عليه، أتقن المالكي وامشي عليه، أتقن الحنفي وامشي عليه. قال ما عندي وقت، ما خرج، صعب، ما بحسن، أنا من 20 سنة ما كنت أحفظ، الله بدي أحفظ، طيب ما عندك أعيد فأقول إلى ما أرشدك الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أما أن أفتي من عقلي وعقلك القاصر فهذا لا يصح، وأنا وأنت إن لم نكن على علم فنحن آثمون بذلك. هذا التفصيل جئت به للمسألة الأولى من أجل أن لا يعود أخر أحد، إن اقتنع بكلامي ما اقتنع شأنه، أنا ما أجبر أحدا على الأخذ بقولي، أنا سقت ما عندي وبينته وفصلته ووضحته، من أجل أن لا يعترض أخ كريم على من يعيد صلاة الظهر بعد الجمعة، أو يعترض على شيء مختلف فيه آخر أيا كان مما اختلف فيه أئمة المذاهب، وهو يصح على مذهب مثلا ولا يصح على مذهب. فإن قال لك الذي يفعله وهو يعرف الحكم أنه فعله على المذهب الذي يصح، فقل له ربي يسر، أي الله لك خيرا لا أعترض عليه. هذا يا أيها الإخوة لو مشينا عليه لخفت كثير من الحزازات التي تحصل بين أفراد المسلمين على أشياء قد تكون صغيرة جدا يضخمونها، ويأتي الشيطان لينفخ فيها فتكبر أكبر من حجمها وهي صغيرة الحقيقة في معناها ومبناها. أسأل الله أن يجمع كلمتنا والمسلمين على الخير. الحمد لله رب العالمين.